بمناسبة اليوم العالمي لمرض السرطان كنتمنى لهم الشفاء، وكنتمنى الناس يتفهموا الوضعية ديالهم، وكنتمنى حتى هما ما يقنتوش من ذاك المرض، حيت كلشي كيتعالج دابا. دابا الطب تطور والناس وصلوا لواحد المستوى دابا اللي ما خصش بنادم يقنت من ذاك المرض، وهذا اللي كان نوجه للناس لمرض السرطان. لا متضامن معاهم 100% اليوم العالمي السرطان، ايوا باش يقفوا معاهم باش ما ياخذوش ما يشوفوش بهم ديك الشوفه، لان ناقصوا فيه مرض خطير، وبانك حتى هو كيشوف ديك الشوفه كيحس بان من الشوفه ديالو كيقول بان هذا السيد راه عارفني انا غادي، فهمتي، غادي نوقع في شي مشكل ولا غنتوفى، حتى هو كيمرض كيزيد يكمل. والرساله ديالهم انهم يتضامنوا معاهم الناس، وحتى هما ياخذوا الادويه، والله يشافيهم والله يعفو عليهم. احنا المغاربه الحمد لله، انا غنبداها بهذا الماء وما وقع مؤخرا، هاد الرحمه اللي نزلت على قول المغاربه والتآزر، فاش عرفنا المعدن ديالنا احنا المغاربه بهذه المشكله ديال الطفل الريان، يعني بينا على ان المغاربه تبارك الله لا مثيل لهم، وهم نموذج في الرحمه ونموذج في الرحم في التآزر وفي الاخاء. فبهذه المناسبه كنقول ان الشعب يزيد يتضامن مع اي واحد كان مريض باي مرض، سيغتو الاخوان ديال مرضى السرطان، فبغينا نتضامنوا معاهم يعني، ويكون واحد تكون واحد المحبه وواحد الاخاء، ويكون واحد الدعم، لما لا يكون دعم. وحنا راه ما كندوزوش بعضياتنا، حنا المغاربه راه عندنا واحد الكود ديالنا خاص في الاخاء وفي الرحمه وفي التآزر. الناس اللي مرض اولا كنعرفوا اننا داك الشيء ابتلاء من عند الله، المرض ابتلاء من عند الله، يعني ما لم فر من القضاء الله، غير هي انهم كنقولوا استبشروا خير، لا الحمد لله المغاربه قوتكم، كاينين معكم، كاينين بجنبكم، وطلبوا الله، وكنطلبوا الرحمه من عند الله سبحانه وتعالى، وما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. خويا شنو كنقول لهم؟ قلبنا معاهم اخويا، الله يشافيهم، ويكونوا هما قوة من المرض، فهمتي، هما يقوى على المرض، الله يجيب لهم الشفاء، وما يضحكوا معاهم كلمه زوينه، فهمتي، صافي هادشي اللي كاين. الله يجيب لهم الشفاء، انا متضامن معاهم، انا يلاه داير عليهم واحد ستوري دابا في انستغرام، الله يجيب لهم الشفاء، ما عندنا ما نقولوا لهم شي حاجه اخرى، ما هادشي اللي كاين. قول لهم الله يشافيكم كاملين، و هادي راه غير حنا وغادي ندوز ان شاء الله، وي بطبيعه الحال متضامنه معاهم، راه كيبقاو واحد منا ونهار على نهار، حنا راه كنموشوا معاهم عرق بعرق. نبغي نقول لهم يديروا جمعيات، يضمنوا بيناتهم باش يحاولوا يفتحوا لهم مراكز ديال العلاج. والله من تعريف الانسان، اذا سالني احدهم ما هو الانسان، فالانسان هو الانسان الكائن الحي المقاوم والصامد، وكما اصيب الانسان بقدر قادر الله بقدر اخر ان يشافيه، والعبره ليست بكم الحياه، وانما بكيف نعيش الحياه، فربما اشهر بسيطه، سنوات بسيطه ننجز فيها ونترك أثر أعظم بكثير من عشرات سنين فارغة لا قيمة لها.